السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شموس باهرة أنارت جنبات هذا المكان خلال ليالي الشهر الفضيل، ممسكة بوحي السماء براحة وحبور، تحمل مصحفا، تتعلم تجويدا، وترتل آية. مشاهدين الكرام، نرحب بكم في الحلقة الختامية من مسابقة ربيع القلوب، حيث سنستقبل وإياكم في هذه الحلقة 5 حفاظ ممن اجتازوا المراحل الأولى والنصفية من هذه المسابقة، يتنافسون في هذه الليلة على المركز الأول بإذن الله تعالى. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب وحضراتكم بأعضاء لجنة التحكيم، نبدأها برئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس وفضيلة الشيخ أشرف بن سالم دعكيك. أيضا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله رجب باصديق. أهلا وسهلا بكم مشايخنا الفضلاء، بارك الله فيكم. الآن أعزائي المشاهدين، نتوقف لحظات ومن بعده نستقبل أول المشاركين معنا، فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام، ونستقبل معكم في هذه اللحظات أولى المتسابقات معنا في هذه الحلقة، الحافظة والمتأهلة أماني أنور حزي من مدينة سيئون، نبارك لها وصولها إلى هذه المرحلة الختامية من مسابقة ربيع القلوب. الآن نبدأ على بركة الله معها فقرة الأسئلة، لذا نطلب من الحافظة أماني اختيار أحد مظاريف هذه الأسئلة ليتسنى لنا البدء بطرح الأسئلة عليها. أحسنتي، تفضل فضيلة الشيخ. اقرأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن
صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أحسنت بارك الله فيك نشكر الحافظة أماني أنور حزي من مدينة سيئون على هذه التلاوة الطيبة والمباركة الآن نتوقف لحظات مع لجنة التحكيم لأخذ تقييمها على تلاوة المتسابقة أماني حزي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المتسابقة أماني أنور حزي بارك الله في من حفظها ورزقها الله علما نافعا ونفعا للأمة يسر الله لها طريقها نسأل الله أن يتخرج على يديها وتكون من أهل القرآن يتخرج على يديها حافظات القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هذه قراءة إجازة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لها النفع وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين إنه جواد كريم لا تعليق لي على هذه القراءة الطيبة والصوت الجميل والحفظ
المتقن والأداء المميز. ونحن أيضا بدورنا نشكر الحافظة أماني أنور حزيم على هذه التلاوة الطيبة والأداء المبارك، نتمنى من الله لها التوفيق ولباقي المشاركين أيضا معها في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، الآن نستقبل ثاني المشاركين معنا في هذه الحلقة، فابقوا معنا. من جديد عدنا إليكم مشاهدين الكرام، وفي هذه اللحظات نستقبل وإياكم ثاني المشاركين معنا في هذه الحلقة، المتأهل يعقوب بن صالح العبد من مدينة تريم. أهلا وسهلا بك أخي يعقوب، نبارك لك وصولك إلى المرحلة الختامية من هذه المسابقة، نتمنى لك بإذن الله تعالى التوفيق. الآن أعزائي المشاهدين، نبدأ على بركة الله فقرة الأسئلة مع المتسابق يعقوب، ونطلب منه اختيار أحد مظاريف هذه الأسئلة يتسنى لنا طرح الأسئلة عليه. أحسنت، جزاك الله خير، تفضل فضيلة الشيخ. نرحب بالمتسابق يعقوب، ونود منه أن يسمعنا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا: أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والغيب والأرض الغيب إلا الله،
وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أحسنت وبارك الله فيك بارك الله فيك أخي يعقوب أشكرك على هذه التلاوة الطيبة والأداء المتميز الآن دعونا أعزائي المشاهدين نتوقف مع لجنة التحكيم لأخذ ملاحظاتهم على تلاوة المتسابق يعقوب بسم الله المتسابق يعقوب صالح العبد حفظه ممتاز ومتماسك وتلاوته طيبة وترتيله واضح ولا لبس في الصوت ولا شيء من الاهتزازات أبدا أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين إنه جواد كريم لا تعليق لي على قراءته على هذه القراءة الطيبة ما شاء الله إذن نشكرك فضيلة الشيخ والشكر أيضا لكم مشايخنا الفضلاء ونحن أيضا أعزائي المشاهدين بدورنا نشكر المتسابق معنا في هذه الحلقة يعقوب بن صالح العبد نشكرك أخي يعقوب نتمنى لك بإذن الله تعالى التوفيق في هذه المسابقة ولازلنا أعزائي المشاهدين نواصل معكم استقبال المتأهلين معنا إلى هذه الحلقة الختامية والتي ستفضي إلى صاحب المركز الأول والذي سيحصل على 1,000,000 ريال دعونا الآن نستقبل وإياكم تالي المتسابقين معنا في هذه الحلقة لكن قبل ذلك نتوقف لحظات للفاصل وبعده نعود نجدد الترحيب بكم أعزائي المشاهدين ونحن نعيش وإياكم أجواء آخر حلقة تنافسية سنستقبل وإياكم في هذه اللحظات ثالث المتسابقين معنا في هذه الحلقة الحافظ سالم يسلم بامنقب من مديرية بعث أهلا وسهلا بك أخي سالم
نبارك لك أولا وصولك إلى المرحلة النهائية من عمر هذه المسابقة، ونتمنى لك ولبقية زملائك التوفيق بإذن الله تعالى. الآن أعزائي المشاهدين نبدأ فقرة الأسئلة مع المتسابق سالم، إذا نطلب منه اختيار أحد مظاريف هذه الأسئلة. أحسنت، تفضل فضيلة الشيخ. اقرأ يا سالم من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والذين كفروا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أحسنت، بارك الله فيك. نشكر المتأهل سالم يسلم بمنقب على هذه التلاوة. يبدو أن التنافس شديد جدا بين المتنافسين في هذه الحلقة، كان الله في عون لجنة التحكيم. الآن نبغى حضراتكم مع لجنة التحكيم لأخذ ملاحظاتهم وتقييمهم على تلاوة المتسابق سالم يسلم بمنقب. ما شاء الله تبارك الله عليك، المتسابق سالم بمنقب من الحفاظ المتقنين الذي امتاز بحفظ قوي وكذلك تلاوة قوية، ويقرأ بهدوء ويقرأ بكل ثقة، فأسأل الله عز وجل له التوفيق. جزاك الله خير، وأيضا الشكر لكم مشايخنا الفضلاء. إذن نشكر باسمكم المتسابق سالم يسلم بمنقب على هذه التلاوة الطيبة، نتمنى لك بإذن الله تعالى التوفيق ولبقية المشاركين معنا في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، سنتعرف سويا على المشارك الرابع معنا في هذه الحلقة، ومن ثم نعود. إذن نرحب وإياكم أعزائي المشاهدين بالمتسابق الرابع في هذه الحلقة، الحافظ زكريا خالد بن نبهان من مدينة تريم. أهلا وسهلا بك أخي زكريا، نبارك لك وصولك إلى هذه المرحلة النهائية من هذه المسابقة، ونتمنى لك التوفيق بإذن الله والنجاح. الآن نبدأ فقرة الأسئلة على بركة الله مع أخي زكريا، ونطلب منه اختيار أحد مظاريف هذه الأسئلة. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل فضيلة الشيخ. نرحب بالمتسابق زكريا خالد بن نبهان، ونود منك أن تسمعنا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. حسبك وبارك الله فيك، فتح الله عليك. نشكر المتسابق زكريا
خالد بن نبهان من مدينة تريم على هذه التلاوة الطيبة والمباركة، جزاك الله خير أخي زكريا. بكل تأكيد أعزائي المشاهدين، أصبحت هذه المرحلة صعبة على المتسابقين وعلى لجنة التحكيم، وعليكم بكل تأكيد مشاهدين الكرام. الآن دعونا ننتقل إلى لجنة التحكيم لأخذ تقييمها على تلاوة المتسابق زكريا. الحمد لله، المتسابق زكريا خالد بن نبهان، نشكرك على هذا الحفظ القوي وهذه التلاوة العذبة الطيبة. فقط ملاحظة واحدة وردت، وهي أنك قرأت وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. هنا الوقف حسنا، لكن الابتداء بعدها قبيحا. ابتدأت بقول الله إني خالق بشرا من صلصال، يوهم معنى آخر. هذا هو الملاحظ عليه، تتنبه، وأرى بأنك تدرس هذا الباب جيدا، باب الوقف والابتداء. بارك الله فيك ونفع الله بك. شكرا لك فضيلة الشيخ، والشكر أيضا لكم مشايخنا الفضلاء. ونحن أيضا بدورنا نشكر المتسابق زكريا خالد بن نبهان من مدينة تريم على هذه المشاركة المميزة. نتمنى منك أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار لتتم الاستفادة بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ثم نواصل لاستقبال خامس المشاركين معنا في هذه الحلقة، فابقوا معنا. إذن نرحب وإياكم مشاهدين الكرام بآخر المتسابقين معنا في هذه الحلقة، الحافظ عمر أحمد الخامر من مدينة روكب. أهلا وسهلا بك أخي عمر، مبارك لك وصولك إلى هذه المرحلة النهائية من عمر هذه المسابقة، ونتمنى لك دوام التوفيق بإذن الله تعالى. الآن نبدأ على بركة الله في طرح الأسئلة على المتسابق عمر الخامر، لذا نطلب منه اختيار أحد مظاريف هذه الأسئلة. أحسنت وبارك الله فيك، تفضل فضيلة الشيخ. اقرأ يا عمر من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم
بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي عمر وزادك الله من فضله. الآن دعنا وإياك نستمع إلى ملاحظات لجنة التحكيم. المتسابق عمر أحمد الخامر ما شاء الله على حفظه ما شاء الله على تلاوته وفقه الله إلى كل ما يحبه ويرضى ونفع الله بالإسلام والمسلمين. اللهم أمين. جزاك الله خير وجزاكم الله خير مشايخنا الفضلاء. ونحن أيضا نشكر المتسابق عمر أحمد الخامر على هذه المشاركة المميزة مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح. مشاهدينا الكرام لحظات نتوقف بعدها نعود لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة فابقوا معنا. من جديد عدنا إليكم مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى لحظة إعلان نتائج هذه الحلقة النهائية من ربيع القلوب. نبقى وحضراتكم مع رئيس اللجنة فضيلة الشيخ العبد بن سالم باخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ولأن المنافسة شديدة فإن اثنان من المتسابقين تساووا في مرحلة واحدة وثلاثة تساووا في مرحلة أخرى، لذلك ارتأينا أن نطرح سؤال يكون فاصلا وحاسما، نسأل الله التوفيق. شكرا لك فضيلة الشيخ.
أيضا نشكر المشاركين معنا في هذه الحلقة: الحافظ سالم يسلم بمنقب، والحافظ زكريا خالد بن نبهان، والحافظ يعقوب بن صالح العبد، أيضا الحافظ عمر أحمد الخامر، والحافظة أماني أنور حزيم. نشكرهم على هذه المستويات الطيبة التي قدموها في هذه الحلقة. ونظرا لتشارك عدد من المشاركين في نفس النسب، سنكون يوم غد بإذن الله تعالى مع جولة حاسمة لتحديد المراكز الأولى من مسابقة ربيع القلوب. أعزائي المشاهدين، بهكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. غدا بإذن الله تعالى لنا ملتقى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الربيع يا حاوي الذكر البديع، جاء الجميع يتدارسون فضائله، طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب، عبر الدروب هيا بنا نتأمله. غرد يا صاح، رتل مساء أو صباح، تلقى انشراح تغشاك خير جمائله. نادوا الرفاق في حفظه نجري سباق، في الود باق فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله.